السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتبعي مدونة بيتكوين العرب في حلقة جديدة من حلقات الوان كوين. في هذه الحلقة سأتطرق في الحلقة الخامسة بطبيعة الحال، آخر حلقة كانت حلقة الرابعة منذ أكثر من شهرين تقريبا، منذ شهرين، كانت حول شرح كيفية تعديل الوان كوين بالرموز وهي التوكن وإرسالها إلى التعدين. بطبيعة الحال بعد إرسال التوكن إلى التعدين فقد تم بطبيعة الحال تعدين الوان كوين والحصول على الوان كوين. كما نلاحظ هنا في هذا هو حسابي حاليا، وقد حصلت على 35 وان كوين. 35 وان كوين في هذه اللحظة كما نلاحظ حاليا يساوي تقريبا، سنقوم بعملية حسابية من أجل تقدير المبلغ الذي يمكن الذي هو يعني 35 وان كوين مقابل الأورو. على كل حال 35 وان كوين، وحاليا وان كوين يساوي 6.9387، وأملك 35.63 وان كوين، يعني 35.63 في 6.9378 تساوي كما نلاحظ، فإجمالي ما أملكه حاليا في حساب هو 247 دولار أورو، آسف، 247 أورو. بطبيعة الحال فقد استثمرت فقط في ستارتر، يعني الباكيج الأول، وقد تحصلت حاليا على 247 أورو. لكن الشيء الذي هو جيد والذي يعني هو مفرح لمن يريد الاستثمار وفي هذا الوقت بعد أن يصل بطبيعة الحال سبليت إلى 90%، يقوم بشراء الباكيج من أجل الحصول على مضاعفات 1 أكتوبر. فكما نعلم فالوان كوين للحصول على مضاعفات الوان كوين، فكما نعلم فواحد أكتوبر ستتم مضاعفة الوان كوين للجميع. فكما تلاحظون هنا هذا ما أملكه، وهذا يساوي مضروب في 2، يعني مضاعفة الوان كوين ستحصل على 72 وان كوين في شهر أكتوبر، في واحد من شهر أكتوبر، وباقي على ذلك 27 يوم. ومن لديه ايضا التوكن في التعدين، في حالة التعدين، ولمن لم يفهم ما اقصده بالتوكن في حالة التعدين يمر الى الفيديو. الان بعد ان وصل سبليت الى 100% فقد حصلت على 2200 توكن كما سبق وذكرت. للعلم هذا السبليت سيعود الى 0%، لكن بعد 3 أشهر تقريبا سيحدث سبليت مرة اخرى، وانا حسابي لن يحدث له سبليت بطبيعة الحال، لانني املك كما نلاحظ هنا مرة واحدة من السبليت في هذا يعني في هذا الباك. إذا قمت بشراء باك آخر ستكون لي فرصة أخرى ليحدث سبليت لحسابي. وما أقصده بالسبليت هو انقسام التوكن، ثمن التوكن، لأن السبليت هو في هذه الحالة في بالنسبة لهذه العملة هو انقسام التوكن، انقسام التوكن، ولكن من جهة أخرى مضاعفة عدد التوكن الذي تملكه، وانقسامه من حيث الثمن، حيث أنه سيعود إلى 0.1. لهذا يسمى سبليت. سبليت لأنه يقوم بإرجاع ثمن التوكن إلى 0.1 أورو، ولكن من جهة أخرى يقوم بمضاعفة عدد التوكن الذي تملكه. كما نلاحظ سابقا، فكما ذكرت في الحلقة السابقة وأيضا شاهدتم في الحلقة السابقة، أنني كنت أملك 1100 توكن. الآن بعد المضاعفة قد صارت 2200
التوكن. الآن سأشرح كيفية إرسال التوكن إلى التعدين ليقوم بتعدين الوان كوين. بعد بطبيعة الحال الدخول إلى الحساب وتسجيل الدخول. للعلم، من يريد التسجيل في الموقع تجدون الرابط أسفل الفيديو وجميع الشروحات السابقة أيضا. نكمل الشرح. نذهب إلى اكتشينج من هنا، نضغط على اكتشينج. بعد ذلك في الجانب الأيمن نضغط على مينين، هنا نضغط على مينين. بعد ذلك كما نلاحظ هنا ففي الأعلى نجد عدد التوكن الذي أملكه. ننزل للأسفل قليلا، هنا نكتب عدد التوكن الذي تملكه، تكتبه بدون إسباس أو فراغ لأنه سيعطيك خطأ إذا ما كان قد تركت فراغات في الموقع. بعد ذلك تضغط على سوبميت. بعد ذلك تضغط على سوبميت 2200 توكن. كما نلاحظ هنا فقد تم إرسال التوكن إلى التعدين. بهذا نكون قد أرسلنا التوكن إلى تعدين عملة الوان كوين. Here we go. بطبيعة الحال من يملك التوكن في التعدين سيتم مضاعفته أيضا له الوان كوين عندما يصل الوان كوين الخاص بي، ستتم مضاعفة أرباحه كما قلت سابقا. وكما قلت يعني في 1 أكتوبر سأتحصل على يعني حذف يعني لدي الآن 72.65 في 9.9378 كما قلت سابقا ثمن الوان كوين، أي أنني في خلال شهر أكتوبر سيكون ما جميع أرباحي هي 504 أورو من خلال فقط الاشتراك في ستارتر، يعني في أول باكيج الذي يساوي 140 أورو. يعني في خلال 140 أورو تحصلت على 504 أورو كل هذه المدة. ما يعني أنه من يريد الاستثمار فهو يملك فرصة من أجل أن يحصل كما تحصلت عليه، أن يحصل أيضا هو الآخر على هذا المبلغ من خلال استثماره في الباكيج الأول والذي هو الخاص بستارتر يعني البدائي. وكما قلت من خلال هذا الباكيج تستطيع أن تصل إلى المبلغ الذي قمت بحسابه حاليا في خلال أكتوبر. يعني إذا ما قمت بالشراء بعد مرور 1 أكتوبر فلن تتحصل على ذلك المقدار الذي قلته حاليا. فكما قلت سابقا أنا اشتركت في هذا الباكيج الأول ب 110 أورو و 34 أورو من أجل تفعيل، كما نلاحظ هنا من أجل تفعيل الحساب يعني 140 أورو. نفس الأمر مع هذا الحساب، يعني 550 أورو زائد 30 يعني 580 أورو من أجل شراء هذا الباكيج. إلى هنا أحبائي يكون قد شرحت يعني التغييرات والإضافات التي موجودة وأيضا الأرباح التي يمكنك الحصول عليها قبل أكتوبر وبعد أكتوبر. فكما قلت فقبل أكتوبر سيكون أرباحك عادية بشكل عادي، لكن قبل أكتوبر ستتم مضاعفة أرباحك إلى يعني ما تملكه ستتم مضاعفته في 2، يعني كل ما تملكه سيكون مضاعف بقدر 2. إلى هنا أحبائي تنتهي هذه الحلقة الخاصة بالوان كوين. إذا كان هناك أي استفسار أو أي شيء غير مفهوم عليك إلا مراسلتي على
على الواتساب او اسفل الفيديو او في المقال. الى هنا، في امان الله.